قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المهم تكلمنا على الفضيله يعني التي ذكرناها في الدرس الماضي وهي ان يعني تعتبر بمقدمه في تعتبر بمقدمه لكتب القواعد الفقه. الفرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية، ما الفرق بينهما؟ القاعدة الأصولية لا يستفاد منها الأحكام إلا الدليل. نعم. القاعدة الفقهية يستفاد منها الأحكام مباشرة. القاعدة الأصولية ما لا يتم الأمر إلا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو الأصولية مثلا الأمر هي مفاد الوجوب، لا نستطيع أن تدل على الأحكام الفقهية على فروع إلا هي بالأدلة. وأما القواعد الفقهية فنستطيع أن تدرج تحتها مباشرة الفروع الفقهية كما اتفقنا في الدرس الماضي. طيب الفرق بين القاعدة والضابطة؟ كل منهما ضابط كلي يندرج تحتهما جزئيات كثيرة، لكن التفريق بينهما جاء من باب آخر هو أن القاعدة هي يعني قاعدة كلية لا تخص بابا معينا من أبواب هي الفقه، كما نقول المشقة مثلا تخدم التيسير لا ضرر ولا ضرار، الوسائل لا أحكام المقاصد نحو كذلك اليقين لا يرفع إلا بيقين مثله إلا بيقين مثله أو اليقين لا يرفع بالشك، هذه كلها يعني قواعد كلية تخص بابا معينا، أما الضابط فهو يعني يخص بابا من أبواب الفقه، كما أقول لك مثلا كل سهو بعد كل سهو زيادة في الصلاة فسجوده بعد السلام أي سجود السهو كل سهو بسبب نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام. لماذا فرق بين القاعدة وبين الضابط؟ طيب نجمع بين في القاعدة في يعني بين القواعد التي كتبها العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهذه القواعد هو استفادها من كتب المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، كذلك من كتب القواعد العلامة ابن رجب الحبان رحمه الله تعالى كذلك. الحاصل أن شيخ السعد رحمه الله تعالى جمع في كتاب هذا 60 قاعدة من قواعد الفقه. القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته هي خالصة، الشارع لا يأمر إلا إذا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى عما ولا ينهى إلا عما يعني مفسدة خالصة أو راجحة. قاعدة أولى: الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة راجحة إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة يعني مفسدة خالصة أو واضحة. هذه القاعدة الأولى من القواعد التي سطرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة وهي معناها
أن كل ما أمر به الشارع فهو مصلحة، سواء كانت هذه مصلحته خالصة أو راجحة، وسوف نبين الفرق بينهما. وكل ما نهى عنه الشارع فهو مفسدة، سواء كانت هذه المفسدة خالصة، يعني مفسدة بالكامل، أو مفسدة راجحة، يعني فيها وجه آخر لكن الوجه المفسدة فيها راجح. وهذه القاعدة هي محل إجماع كثير من أهل العلم، هي محل يعني ليس الكثير وإنما هي محل إجماع أهل العلم قاطبة، والبعض يعطوها أصل القواعد، وما سواها من القواعد إنما ترجع إليها. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن العزة بن أن الشيخ العزة ابن عبد رحمه الله تعالى يرى أن القاعدة الكلية التي تندرج تحتها كل القواعد هي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح، وعلى وتحت هذه القاعدة أدرج تحتها جميع القواعد. فإذا هذه القاعدة أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته راجحة خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن الشيء الذي فيه مفسدة خالصة أو راجحة، هي محل إجماع كثير من أهل العلم. وهذا التي يعبر عنها الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والشريعة ما جاءت إلا بتحقيق مصالح العباد في الآجل وفي العاجل. فكل ما كان فيه مصلحة فالشريعة تأمر به، وكل ما كان فيه مفسدة فالشريعة تنهى عنه. هناك مسائل تحت هذه القاعدة. المسألة الأولى في ذلك وهي أدلة هذه القاعدة، لما نذكر قاعدة نذكر أدلتها، يعني كيف، يعني من أي الأدلة استنبطت هذه القاعدة. الأدلة على هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة. أما الإيمان فقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم يعظكم به، يعني هو ما أمركم الله عز وجل به. وطبعا في هذه الآية من أداء الأمانات والحكم بين الناس هي بالعدل، إن الله نعم يعظكم بها، بكل ما أمركم الله جل وعلا به، فهذا من نعمة الأوامر التي أمر الله عز وجل به، نعم يعظكم به، يعني نعمة ما يعظكم به، وهذا معناه أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بالمصلحة الراجحة. وكذلك قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية هنا من سورة النحل أثبتت إيه؟ أن الله جل وعلا يأمر بكل جميل، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كلها مصالح، وينهى عن الفساد وعن الشر، وينهى عن الفحشاء وكل ما فحش في العقول والضمائر، والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، كما قال: إن الله نعم يعظكم به. إذا هذه الأدلة دلت عليه على أن كل ما أمر الله جل وعلا به فهو خير، وفيه صلاح وفيه مصلحة وفيه إحسان، وينهى عن كل مفسدة. ومن السنة، يعني مما يستدل به من السنة لهذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنى، فجعل الناس يطوفون في هذه الدار يعجبون من حسنها، يقول: ما أحسن هذا لولا موضع تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة. رواه البخاري ومسلم.
هذا يعني انا فاهم موضع تلك المره ده بعدها ان معنى الحديث ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم حوت على كل خير كان في رساله السرقه وتممته وكملته. ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم حوت كل خير كان في رسالته السابقه وتممته وكملته. ولذلك شرط ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. وفي روايه مكارم الاخلاق. وهذا عند الامام احمد رحمه الله تعالى. فهنا تتميم النبي صلى الله عليه وسلم صالح الاخلاق ومخالف ومكارم الاخلاق دلاله على انه لا يقوم الا بما فيه مصلحه ولا ينهى الا يعني فيه الخير المحض ولا ينهى الا عن المفسده وما فيه الشر. فهل الادله من بين الكتاب والسنه يستفاد منها في هذه القاعده؟ المساله الثانيه في هذا الباب وهو ان هذه القاعده تضمنت اربعه اقسام. ان الشارع يامر بالمصلحه الخالصه وهذا القسم الاول، والقسم الثاني والمصلحه الراجحه، الثالث النهي عن المفسده الخالصه، والرابع النهي عن المفسده الراجحه. هذه هي ما تضمنته هذه القاعده. الامر بالمصلحه الخالصه وهذا القسم الاول، القسم الثاني المصلحه الراجحه، القسم الثالث النهي عن المفسده الخالصه، والرابع النهي عن المفسده الراجحه. مثال للمصلحه الخالصه الامر بالتوحيد وعباده الله سبحانه وتعالى والايمان بالله واخلاص العمل له سبحانه وتعالى، يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فهذا امر بالمصلحه خالصه ليس فيها اي مفسده لانها توافق المقصود الذي خلق الله عز وجل له الخلق. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومن المصالح ايضا يعني خالصه الامر بالعدل وبالاحسان وايتاء ذي القربى، كل دي مصالح خالصه ليس فيها ادنى شائبه من شباب الفساد. مثال اخر بقى للمصلحه الراجحه. المصلحه الراجحه اللي هي فيها وجه مصلحه وفيها وجه اخر، لكن وجه المصلحه هنا ايه؟ غالب. مثال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الشريعة جعلت الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ. ذروة سنام الإسلام يعني مبني على شيء. طيب الجهاد هذا في سبيل الله قد يترتب عليه إتلاف الأنفس وإتلاف الأموال. ففي نوع من المفسدة. لكن مصلحة راجحة في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وتثبيت الحق ودحر الكفر وأهله. فالمصلحة هنا إيه؟ راجحة. مع كون فيه بعض المفسدة. ولذلك الرجل على سمى الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. مما تكرهه النفوس. مما تكرهه النفوس. لأن فيه إتلافا للنفس. نعم. ويعني ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى يعني يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لا تشبهوا يعني هؤلاء تتعلمون بالتخلف عن الجهاد. نعم. قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. مهما حصلت في الدنيا الذي يلقاه المجاهد عند الله سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها. ثم الاجل حتى قد يتقاضي اينما تكونوا بكم الموت ولو كنتم في وجوه شهيد. اذا مثال للمصلحه الراجحه الجهاد في سبيل الله. هذا مصلحه راجحه. مثال ايضا للمفسده الخالصه التي ينهى عنها الشارع وهي القسم الثالث
الشرك بالله سبحانه وتعالى كفر بالله زنا ربا يعني الزنا خليق ربا الزنا قتل النفس التي حرم الله الا بالحق اكل مال اليتيم دي اسمها ايه كلها مفاسد ايه مفاسد خالصه لا تشوفها شعيبه لا يشك احد فيها لان الشرك مناقض لاصل الخلق الشرك بالله سبحانه وتعالى مناقض لاصل الخلق فخلق الله خلقا ليعبدوه وبالالهيه يفردوه فلما يشركون بالله يبقى ناقضوا اصل الذي اوجدهم الله عز وجل به على هذه الارض مثال للمفسده الراجحه شرب الخمر ولعب الميسر والربا ده مفسدته ايه؟ مفسدته راجحه ليه؟ لان الله جل وعلا يقول يسالونك عن الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما يبقى في نفع في بعض النفع ما يحصل الله من المكاسب في بيع الخمر وما يحصل الله من النشوه احيانا لبعض الناس لكن هذه المصلحه مغموره في جنب الشر المترتب عليه هو فساد العقول واستباحه اموال الناس ويدمائهم ولجم الخمر هو يستطيع ان يتحكم في نفسه؟ لا هيقتل ويسرق ويسرق ويعتدي كل شيء يبقى دي مفسدته ايه؟ مفسدته راجحه واثمهما اكبر من نفعهما وكذلك لعب الميسر وفي بعض المصلحه قد يكسب الانسان بعض المال لكن المصلحه دي مغموره في ايه؟ في جنب مفاسده يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء فالخمر والميسر وسدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم موتهون ما يقتصر لعب الميسر من العداوه والبغضاء والاكل بين الناس بالباطل كل هذه المفاسد الراجحه عليه على جنب المصلحه المتوهمه مما قد يكسبه من المال وهذه مصالح مضاعفه إذا احنا تكلمنا هنا على ايه؟ على امثله وكذلك الربا ما هو الربا فيه زياده في مال المرابي ها؟ ما هو الربا في اللغه مأخوذ من ايه؟ زياده الربا في اللغه بمعنى زياده والمرابي ها؟ له مصلحه في زياده ماله ولكن هذه المصلحه مغموره في جذب المفسده العظيمه التي ترتب على استعباد الناس وعلى ظلمهم في اموالهم ويعني حياتهم فيعطون مثلا جنيه قفر جنيهين ويصير هذا يعني الداء المدينه يعني ماسوره عند يعني المراد الذي اعطاه المال كلما تاخر عليه زاد المال بعد ان كان عليه واحد اسمه يستشير عليه كان 20 و100 و1000 و2000 وهكذا دون الدول الان دين مصر ده اللي هو الان اللي هو يقدر بالمليار هو عباره عن ايه؟ مثلا ممكن كان قد يكون 2 مليار دولار مثلا. ايه اللي حصل؟ الربا. يعني الفوائد المركبه. خلي تجعله 60 مليار. مثلا. يبقى هذا ايه؟ المفسده هي الواجهه. المساله التاليه وهي مساله فيها رقم كام؟ ثلاثه. هل هناك امور تتساوى فيها المصلحة مع المفسدة من كل وجه. يعني هل في قسم خامس؟ احنا في عندنا كم قسم؟ أربعة. الأمر بالمصلحة الخالصة. والأمر بالمصلحة الراجحة. والنهي عن المفسدة الخالصة. والنهي عن المفسدة الراجحة. السؤال هنا هل ثبت قسم آخر؟ تكون فيه الامور استواء المصلحه مع المفسده من كل وجه في حاجه في شك هذا في ولا في يوجد ولا ولا هو يوجد 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 اللي هو يوجد يرفع فعله طب لنا الفكره قد توجد مصلحه قل لي انا سالتك قلت لك في هل في شيء المفسده والمصلحه مستويه من كل الوجوه؟ فقلت لي في هل مثلا؟ لا ما
كل الوجهين من واجب. أما أنا بتكلم عن إيه؟ ما هو واجب يبقى في وجوه آخر يا راجحة. يبقى مفيش قسم خامس. فأنا سألتك في قسم لا بيعطيها، فقلت لي فعلا في قسم خامس، فاللي كان بيشاور رأيه مع الشيخ محمد يقول لنا هو كمان مين اللي كان من الذي كان يعني مترددا في يعطونا الاسئله يعني. تفضل يا شيخ احمد. طلاق. طلاق الزوج للزوج يعني. لا المصلحه والمفسده متكتبه بكل وجه. غلط. كيف يكون متكتبه بكل وجه؟ احيانا بكون في امور المصلحه فيها راجحه بكثير، ما ربنا شرع الطلاق ليه؟ لما لو كانت المصلحه والمفسده متكتبه ما كانش ربنا رضي. واصل عبس. يعني لو كان الطلاق المصلحة والمفسدة فيه من كل وجه يبقى هيأمر به، لماذا يأمر به؟ ما هو المصلحة التي فيه مقابلة به والمفسدة مساوية لها من كل وجه. الصواب انه لا يوجد شيء المصلحة فيه والمفسدة، لأن هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى بأن يشرع شيئا المصلحة والمفسدة فيه متساوية من كل وجه. أبدا لا يوجد أبدا في الدنيا شيء ألا إما أن تغلب المفسدة وإما أن تغلب واحد. طيب. يعني الشيخ لا الله سبحانه وتعالى لم يأمر بها ولم ينهى عنها. ودي مصلحة ومفسدة من كل وجه؟ يعني الأكل من المباحات. مثلا ده المصلحة فيه مقابلة من المفسدة من كل وجه؟ إذا القول الصائب في هذا أنه لا يوجد أصلا شيء تستوي فيه المصلحة والمصلحة من كل وجه. مفيش خصم خامس. ليس هناك قسم ليس ثمة قسم خامس نقول فيه ان في شيء اشياء المصلحه والمفسده، لا لابد يكون في نوع من ايه؟ لابد يكون هناك ترجيح راجح ومرجوح. اما مصلحه ومفسده من كل وجه لا لا, لا, لا يوجد لا يهم بحكمه الله سبحانه وتعالى ان يكون مثل هذا. بل لابد اذا وجد لابد يكون في جانب الترجيح، شيء مصلحته راجحه وشيء مفسده راجح. شيء ما يعني مسألة راجحة احنا تكلمنا عليه، وشيء مصلحة راجحة تكلمنا عليه مثل الجهاد في سبيل الله، لكن في مفاسد عليه، اتلاف النفوس واتلاف الاموال والخرابة التي يحدث احيانا والممتلكات، كل هذا متحمل في جانب العلاج كونة الله سبحانه وتعالى. كما كان المسلمون مستطيعين للجهاد، اما اذا لم يكونوا مستطيعين يبقى ليس حرج عليهم. إذا أطلقوا بعمل بأمر فأتوا منهم ما استطاعوا. طيب المسألة يعني الرابعة التي تلي ذلك، وهو أن المصالح التي تأمر بها الشريعة ليست على مرتبة واحدة، فيها إيه؟ تفاوت. في مصالح عليا، في مصالح تحتها، مصالح وتسمى وهي المصالح العليا دي أفضل مصالح. في مصالح تحتها مصالح الفاضله، وفي مصالح في المرتبه الادنى، وكذلك ايه؟ وكذلك المفاسد بينها تفاوت. دل على هذا السنه من المثال الاول ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان المسلم سئل عن افضل الاعمال قال ايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل ثم قال بره قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم اي قال حج مبرور. فهذا ايه؟ ترتيبات المصالح. فايمان في سبيل قال ايمان بالله ورسوله هذا افضل الاعمال، لان هذا هو الموافق لاصل الخليقه، لاصل وجود الخلق. هذا افضل الاعمال يحقق الغايه التي خلقها الله جل وعلا. طيب والثاني قال قيل ثم اي قال جهاد في سبيل الله. وقدم الجهاد واخر ايه؟ واخر الحج المبرور، لان مصلحه الجهاد مصلحه ايه؟ عامه، واما مصلحه الحج المبرور تخص صاحبها. يبقى المصالح فيها ايه؟ التفاوت. طيب مثال ايضا لتفاوت المفاسد ما اخرجه البخاري ومسلم ايضا من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وقد خلقك او هو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هذه ثلاث مفاسد. أي ذنب أعظم؟ قال
تجعل ندا اخرى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اعظم الذنوب الله افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. ايش يقولون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الثاني قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. سبحان الله. وهذا كان من عادات الجاهليه. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. والثالثه ان تزاني حريه جارك. ده اعلى ابشع انواع الزنا. لماذا؟ لان الاصل حمايه الجار واكرام الجار والاحسان اليه وصيانته. فان يكفر بهذه المعاني التي امر الله به ثم يذهب ويزاني حليلته هذا من ابشع انواع الزنا. اذا كما هناك تفاوت اذا هذه المصالح ليست كلها على نمط واحد منها ما هو فهي متفاوته. نعم هناك ما هو في يعني المصلحه العليا مصالح عليا والتوحيد والايمان. هناك مصالح فاضله وهناك مصالح ادنى وكذلك المفاسد. اخر المباحث هو اهم مبحث في هذه المساله وهو المقصود فعلا بهذه يعني القاعده وهو بل التعارض بين المصالح. عشان احنا قلنا بان الشريعه جاءت بتامر بما هو مصلحته خالصه او راجحه وتنهى عن الشيء الذي مفسدته خالصه او راجح. طيب ماذا لو حدث نوع من التعارض بين المصالح او التعارض الذي يحدث كذلك بين يعني المفاسد. والضابط العظيم لهذا الباب انه اذا تعارضت المصالح قدمت اعلاها واكملها واولها بتفويت ادناهما. طيب وكذلك اذا تعارضت المفاسد ترفع المفسده اعظم بارتكاب المفسده الاخف. والكلام ده وهذا الكلام دلت عليه نصوص الشريعه. ففي الصحيحين او في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابه ان يوقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزهموه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حتى انتهى. فلما انتهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يستفاد شيء من ذلك وانما هي ذكر الله وتلاوه القران. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أما التبول في المسجد نفسه تجيس لهذا المسجد. ولكن ما كان يريد الصحابة رضي الله عنهم يوقع بهذا الرجل مفسدته أعظم. لماذا؟ لأنه حيضر الرجل في احتباس دولة لا تزلموه وقد يفهم الرجل منهم وينكز أماكن أخرى من المسجد. فهنا يعني مثلا حسن مثلا قال لا تسلم. فأنا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لأن مفسدة التبول أقل من مفسدة حبس الرجل كذلك امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع أن المنافقين هم العدو فاحذرهم. قال الله جل وعلا ذلك ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. لماذا؟ لان ضررهم اعظم من ضرر الكافر الخالق. لان المنافق يظهر الاسلام ويظهر الكفر فيسبب ضياع البلد. نعم بس التشدق الان الذين يتشدقون بحب البلد ونحو ذلك وهم يسعون لخرابها وهم يسعون لتدميرها تحت شعار الثوره تحت شعار العداله الانتقاليه والعداله. نعم والان في والخير لا ياتي الا هي بالخير. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام الخير لا ياتي الا بالخير. عندما ترى رجلا يفعل الشر عندما يقول لك انا نيت خير اعلن بانه كاذب. يعني لما تلاقي واحد بيخرب ويدمر ويقطع الطريق
نعم. وهو يظن ان اصلنا ان اريد ان اصلح بقول ده اسمه فساد، والله لا يحب الفساد. نعم. والخير ياتي الا بخير، لو كنت لا تنوي خيرا لكان فعلك خيرا، لكن الصحيح انك تنوي شيء اخر، تفعل شيء ولكنك تبطل اشياء اخرى، وهذه مقدماتها. فانت نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين لمصلحه اكبر، لمفسده اكبر منها، وهو ان الناس البعاد يقولون ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه، وهم في الصور انهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فالبعيد يقول ايه؟ لذلك المسلم قال لا يتحدث الناس ان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم راعى هنا ايه؟ راعى المفسده العظيمه وابقى على المفسده الاخف. وكذلك ما ثبت في سير مسلم وغيره، لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت الكعبه ولا بنيتوها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين واصبت بابهما يبقى الارض. فالمسلم امتنع عن هدم الكعبه، لان الكعبه الان لما بنيت قريش بصروا به النفقه، فلم تبنيها على قواعد بدل الحج، ولذلك لا يجوز طواف بين الكعبه وبين الحج، لا يجوز، لان هذا الحج هي من الكعبه. إذا هنا لما تتزاحم عندنا المصالح مع المفاسد فيقدم أعظم مصلحتين ولو بتفويت أبنهما، ويدفع أعظم مفسدتين ولو بارتكاب أبنهما. هذا هو المقصود به بباب التعارض. والتعارض ده ممكن يأتي بقى، لو قلنا التعارض بين الحسنات بين المصالح، يبقى ممكن يكون تعارض بين واجب ومستحب، وبين واجب وواجب، وبين واجب وبين فرض كفاية فرض عين. أمثلة التعارض بين الواجب والمستحب، واحد عليه دين، واحد عليه دين والدين ده حال، والدين لما يحل وقته يبقى يجب سداده، سواء طلبه صاحبه أو لم يطلبه. وإذا تدينتم يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ليه؟ حتى يؤديه في موعده. طيب اما واحد ما عنده دين، دين حاله يروح يتصدق وهو ليس معه الا قيمه هذا الدين، فمن قال العلم من قال صدقته لا تكون ايه؟ موضوعه. هنا الصدقه المستحب متعاضم عليه مع واجب يقدم الواجب. وكذلك لو واحد عنده دين وواحد وقع اوقف قسم من المال، فالعلماء يقولون بان الوقف هذا مال، لانه لا يملك هذا المال، المال ده يعني لصاحب الدين. فهمنا هذا؟ يبقى لما يتعارض واجب مع مستحب يقدم ايه؟ يقدم الواجب. ولما يتعارض واجب مع واجب هننظر ايه؟ اعلاهما. ننظر اعلاهما فيقدم الاعلى. طيب ولما يتعارض فرض عين مع فرض كفايه فيقدم فرض العين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل ثم قال بر الوالدين. قيل ثم قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين هنا مقدر وفرض عين ولا فرض كفايه؟ فرض عين. طب الجهاد؟ فرض كفايه، الاصل في الجهاد انه فرض كفايه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. نعم، كانوا هنا في الكفر. فلما نفروا كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم. فالاصل وما كانوا المؤمنون لينفروا كافه. فيقدم فرض العلم هو بين الوالدين، فلا يسافر للجهاد اللي هو فرض كفايه الا بعد استئذان الوالدين. مثال ايضا اذا كان هناك فينا تعارض بقى بين الحسنات او بين المصالح، في هناك ايضا في تعارض بين يعني السيئات. مثلا من المسائل اللي فيها تعارض قطع يد السارق، مجالده الزاني، مجالده الشارب الخمر. قطع يد السارق وهجم الزاني المحصن، يا المحصن ونجم الزاني المحصن. طيب ما هو الكلام ده
في مفسدة مش كده؟ أو قتل الزانية ده مفسدة إتلاف النفس، وكذلك قتل الزاني المحصن إتلاف النفس، قطع يد السارق إتلاف عضو من الأعضاء، وجلد شارب الخمر وجلد الزاني البيك، كل دي أضرار. نعم هذه المفسدة صحيحة، لكن المفسدة دي معارضة بمفاسد أكبر منها، وهي فساد الأنساب وفساد العقول والاعتداء على أموال الناس وتضييعها وضياع أمن المجتمع. لا، المفاسد يعني الجزئية دي مغمورة في إيه؟ مغمورة في جلب المفاسد العظيمة التي تنتج من تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى. ولأن الناس لو عطلوا حدود الله يبقى ناهيك عن ضياع الأمن بينهم وغياب قيم العدالة بينهم، لأن الحدود دي هي معالم العدالة. الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى هي اللي تفصل بين العدالة وبين الظلم، بين العدل وبين الظلم. الحدود دي عشان ما يتعداش من العدل إلى الظلم، فربنا وضعها بالحدود دي، زواجة تسبقك عنها. فلما الناس تعطوا الحدود تضطرب جميع أمورهم، ليس هذا فقط بل ويعاقبهم الله سبحانه وتعالى، لأن الناس إذا لم يتم حدود الله عاقبهم الله بالعقوبات القضائية، زلازل والبراكين والغزو والنصر وغيرها ما يحدث الله جل وعلا في العالم، ناهيك عن الفسائل عن الفساد المترتب على تضيع حدود الله عز وجل من تضيع العداله وقيمها بين الناس. من المسائل ايضا التي تدخل تحت هذا الباب مساله لو تطرس العدو بالمسلمين، هل يحدث حدث في يحدث الان في سوريا؟ نعم، بيخرجوا يعني المسلمين وأهل السنة على الدبابات، يدخلوا بها على المجاهدين. حدث قبل ذلك في العراق، بيحدث وقبل ذلك في أفغانستان والشيشان بيحدث. فتصير هذه المسألة مسألة الطرس، بين الطرس الكافر يبقى مسلم. فهنا هل يجوز قتل الكافر قتل يعني هنا هل يجوز أن قتل المسلم لأنه مش هيقدر مش لا يستطيع أن يقتل الكافر إلا بعد يقتل المسلم ده، والأمن لا يجوز قتل المسلم، وبالتالي لا يعني في هذه الحالة توقف ولا يقتل. فهنا في عندنا إيه؟ إحنا عندنا لما يكون في تعارض بين المفاسد فيقدم أعظم المفسد فيدفع أعظم المفسد ولو كثيرة، يعني في موازنة في توازن، وده باب عظيم ويحتاج إليه الفقهاء والعلماء يعني يتكلمون في هذا الباب. ففي مسألة التطرس بالمسلم إذا كان يترتب على عدم قتل المسلم اللي هم بالتراس به، إذا كان يترتب على عدم قتل مفسدة عظيمة من استيلاء الكفار على بلاد المسلمين وهجومهم على بلاد المسلمين، فهنا في هذه الحالة هذه المفسدة أعظم تربو على مفسدة قتل المسلم ده. في هذه الحالة لو ترتب على عدم قتلهم هيستولوا على بلاد المسلمين وينتهكوا الحرمات وينتهكوا الاعراض، لا يبقى يقتلوا مع يبقى اذا يقتلون جميعا. اذا يقتلون جميعا. وهؤلاء المسلمون يعني عند الله سبحانه وتعالى يعني يبعثون على يعني على نيتين. ويكون الامر في ذلك مثل العقوب مثل الخسف الذي يحدث بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوسف في اسواقه فقال يهلكون مهلكا واحدا ويصبرون مصابع شتى على حسب النوايا اللي كان ماشي في الخير. في الشر مات ويذهب الى الشر، والذي كان يمشي في الخير هو الجميع مات، ولكن هذا يذهب الى يا رحمه الله سبحانه وتعالى ويذهب الى نار الله جل وعلا. لا، هذا اذا كان ايه؟ اذا كان ترك المفسده ترك القتل في هذه الحاله يترتب عليه مفسده اعظم. اما اذا كان مجرد القتل ده انه يعني لاسخان القتل في الكفار ولاعلاء شان الجهاد، لا اقول لا، ان مفسد قتل النفس ان قتل النفس التي حرم الله هنا هذه مفسده تربع على مصلحه الاسخان اعمال القتل في الكفار، فنقول لا يقتل ولا لا كافر يقتل ولا مسلم يقتل في هذه الحاله محافظه على عصمه الانفس. فهمت هذه المسألة؟ شوف هنا ايه؟ يعني العلماء تكلموا فيها بايه؟ تكلموا فيها بميزان المصالح مع المفاسد، والذي يقدم والذي يزن هذه المسألة يعني هذه الأمور هم يعني العلم
وليس احد الناس. يعني الفوضى اللي احنا عايشينها التي نعيشها الان في 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 مصر وثقافه التواصل وثقافه الكوره والناس تصبح انها ثقافه الفوضى وليس لهم يعني يعني عالم يرجعون اليه. لا يصبح الناس فوضى لا صوت لهم اذا 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 لا يصبح الناس فوضى لا صوت لهم اذا اذا جهالهم زادوا. فلما الامور هنا تختلط الان ويصبح ان الشباب في اعدادي وثانوي وفي كليات هم الذين يحددون مصائر البلد دي ده الامور فيها خلط عجيب جدا. ده الامور دي ده ممكن يعني اولا هم لا يدرون الا على انفسهم اولا لان على الباقي تدور الدوائر. يعني هؤلاء الناس لا عندهم علم بمعنى بحقوق الحاكم ولا حقوق الامام ولا انه تجب طاعته في 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 يطاعه الله جل وعلا حتى وان ضرب ظهره واخذ ماله. طالما انه لم طالما انه حاكم مسلم وطالما ان الناس يعني تعاقدوا عليه فطالما انه لا يامر بالكفر ولا يامر بالمعصيه تجب طاعته في في طاعه الله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وهم الامراء يعني الحكام والعلماء. امر الله جل وعلا يعني بطاعتهم في طاعه الله سبحانه وتعالى. فمساله النهارده اليوم الجهل النهارده هو سيد هو سيد الاخلاق النهارده. الناس يرجعون الى الجهال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا كما ثبت في الصحيحين وانما يقبضه بفضل العلماء فيقبض مال الناس فيفتون بغيهم فيضلون ويضلون. هم في انفسهم ضلال جهلا وكذلك يضلون الناس. هو ده انت طبعا وطبعا هذا كله افرازات النظام القديم اللي افرز لنا 500,000 بلطجي مجرم ايام 64 وافرز لنا وافرز اناسا لا يتربوا على قيم التربيه الصحيحه ولا على قيم الاسلام ولا على اخلاق الاسلام. والامور الان حصل فيها خلط ويصبح الناس الواحد مثلا واحد يستهزئ بالدين طالما انه يضحك الناس. فتجد مثلا على صفحته مئات الالاف حتى لو كان يضحك الناس بالاستهزاء بالدين. وتجد الناس ان في وقت هذا البرنامج الناس كلها الشوارع خلت وده ممكن تلمعه كمان في مباراه كره القدم مثلا تجد الشوارع كلها خاليه في حين ان المسلمين يقتلون الان في سوريا وكل كل 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 لحظه وكل ساعه ولا يجد احد لا تجد احدا يتذكر الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله.